يسرني أن أرحب بالسيد ميلو جوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو. إليكم الكلمة. Your Excellency, you have the floor. تفضل صاحب السعادة. أصحاب السعادة. أتقدم بصادق امتناني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته على هذا التنظيم الممتاز. إننا نواجه هذا العقد الجديد للتحول والعمل بناء على المفاوضات والتخطيط للتفعيل. في غلاسكو لقد قلنا بوضوح أنه علينا تسريع هذه الجهود وزيادة من الدعم وتعزيز المناعة والقدرة على الصمود. إن التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقول أن القيادة السياسية لن تكون فاعلة إن لم يكن هناك فعل متعدد الأطراف من طرف كافة الفاعلين بما فيهم من قادة التكنولوجيا والعلوم وصناع السياسات. من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس ينبغي أن نزيد من الطموح والبداية في الأعمال. من خلال الإسهامات المقررة وطنيا فإن مونتينيغرو قد وضعت مستهدف تخفيض الانبعاثات ب 20% في أفق 2030. في غلاسكو زدنا من هذا الوعد إلى 40% لأننا نقر بأن هذا الهدف قابل للتحقيق بالنظر إلى الاستراتيجية الوطنية والخطط الإنمائية ذات الصلة. إن الأنشطة المرتبطة بمراجعة جديدة هي سارية ومخطط للطريق من أجل التفعيل قد تم إعداده بالإضافة إلى مخطط لرصد وتقييم التقدم المحرز. إن الجرد الخاص بانبعاثات غازات الدفيئة قد تم تحيينه بما يتماشى مع المنهجية الهيئة الدولية. كذلك فإن الحسابات الأخيرة تؤشر على أن الخفض إضافي لهذه الانبعاثات إلى مستوى 45% يمكن أن يكون واقعيا، ولكن التحديات القوية والباهظة الثمن خاصة في قطاعي الطاقة والزراعة وبالنظر إلى التبعات السلبية للجائحة والاضطرابات الدولية من جراء العدوان ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك فإن انعدام الاستقرار السياسي المحلي يقف حجر عثرا أمام التركيز على القضايا الإنمائية ومواصلة الزيادة في القدرات المرتبطة بالتخطيط والتفعيل من حيث السياسات المناخية. بالرغم من ذلك فإن مونتينيغرو سوف تبقى ملتزمة باتخاذ كافة الخطوات التي تمتثل إلى الالتزامات الدولية. ونحن نرى في التحول الأخضر على أنه فرصة من أجل إطلاق العنان لدينامية وزخم تنموي مستدام يضمن النماء في الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة مستوى العيش. والتحدي الأكبر هو الانتقال العادل. لذلك فإن الدعم الشركاء الماليين والإنمائيين والتدفقات الاستثماراتية الأجنبية من طرف الدول المتقدمة تكنولوجيا يبقى أمرا هاما. ليس لدينا الخيار أيها السيدات والسادة، إن مسؤولية التفعيل والوفاء بالوعود والتعهدات هو مسؤولية جماعية ولا يقوم فقط على العالم المتقدم أو إلحاحية العمل المستجيب لإلحاحية الحالة المناخية من طرف الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص، بل المسؤولية مسؤولية الجميع بما فيها المواطن. وعلينا أن نشارك كلنا يدا في اليد من أجل تحقيق مآرب اتفاقية باريس ونجعلها حقيقة معيشة، خاصة بالنظر إلى التحديات والإشكاليات المتزايدة التعقيد. شكرا صاحب السعادة.